مرحبا، معكم سهى من سهى's dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير البرغل العجاج. البرغل العجاج وصفة قديمة مشهورة كتير، رح حضرها بطريقة مختلفة شوي عن الطريقة اللي كل الناس بيطبخوها بإضافة بعض المكونات. بتمنى تشتركوا بقناة سهى's dishes على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهى's dishes، تابعوني على انستغرام. خلينا هلأ نشوف المواد والمقادير وطريقة التحضير. لتحضير وصفة البرغل العجاج، أنا سلقت نص دجاجة نص فروج الوزن كيلو ووقية، شلت العظم والجلد وحضرتهم لأستعملهم فيما بعد. كمان احتفظت بمرقة الدجاج، المرقة اللي سلقت فيها الدجاج. رح اترك المقادير والمواد اللي استعملتها بسلق الدجاج بأسفل الفيديو مع كل المكونات التابعة لهالطبخة. رح بلش أول شي بطبخ البرغل. عندي ملعقتين كبار من زيت الزيتون، رح حمر فيهم 3 كوب من الشعيرية. كمية البرغل هي 2 كوب من البرغل. أنا بحب استعمل البرغل الأسمر الخشن رقم 3، فيكن تستعملوا رقم 2 حسب رغبتكن. في ناس ممكن يحبوا يستعملوا كمان البرغل الأبيض، هيدا الشي بيرجع لإلكن. البهارات اللي بحتاجها، عندي ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة كمون، نص ملعقة صغيرة قرفة، ونص ملعقة صغيرة من برش جوزة الطيب. المواد الثانية هي 2 ملعقتين كبار من زيت الزيتون، بقلي فيهم 1 كوب من البصل. عندي هون 250 جرام من الفطر المقطع، 3 حصوص ثوم مهروسين مع نص ملعقة صغيرة ملح، وكمان هون عندي 2 ملعقتين كبار من الزبدة. مندوق الملح منشوف إذا الأكل بحاجة لملح منزيد ملح. هاي هي كل المواد. كل المقادير والعيارات بتلاقوها موجودة بأسفل الفيديو. هلأ رح بلش بالخطوة الأولى. حطيت بهالمقلية الغميقة أو بأي طنجرة بتحبوا تطبخوا فيها 2 ملعقتين كبار من زيت الزيتون وكمية الشعيرية 3 كوب. رح حمر الشعيرية بالزيت، وبس يصير لونهن ذهبي بزيد عليهن البرغل المغسل والمصفى. احمرت الشعيرية، رح زيد البرغل والبهارات اللي حكيت عنها، وبقلب تقريبا دقيقة واحدة. بعد ما قلبت البرغل مع الشعيرية، رح ضيف 5 أكواب من مرقة الدجاج. نص الفروج اللي سلقته احتفظت بالمرقة تبعه حتى اطبخ فيها البرغل. حطيت 5 أكواب من المي. البرغل اللي عندي برغل خشن، وبعرف انه بيتحمل مي اكتر من غير نوع. حسب البرغل اللي انتم متعودين عليه، وبتعرفوا كل كباية برغل قديش ممكن تحمل مي، بتزيدوا على البرغل. هيدا الشي ممكن تختاروه انتو، كل واحد بيعرف بنوع البرغل اللي عم يستعمله قديش بيتحمل مي. هلأ رح غطي الطنجرة، وبس تغلي المي بخفف النار وبترك البرغل حتى يستوي كليا. بلشت المي تغلي، بهالوقت بدوق الملح، لقيت انه بحاجة لنص ملعقة صغيرة من الملح، لانه بسلق الدجاج نحن حطينا ملح. رح زيد هلأ نص ملعقة صغيرة من الملح، وخفف النار واترك البرغل يستوي على نار خفيفة. انا عندي بعد كمية من مرقة الدجاج بتركها على جنب، في حال احتجت اني زيد برجع بزيد منهم. ممكن احتاج اني زيد 1 كوب، وممكن هالكمية تكون بتكفي حسب الرغبة. رح غطي النار، رح غطي الطنجرة واترك البرغل حتى يستوي على الاخر. البرغل استوى، طفيت النار، ما عاد بحاجة لا مي ولا اني اتركه على النار.
ما احتجت اني اضيف مي ابدا، 5 اكواب المي كانوا كفاية. غلى البرغل على نار خفيفة لمدة نص ساعة. هلأ رح ارجع اغطي البرغل واترك الطنجرة على جنب، ومحلها رح بلش على آلية البصل والفطر. بنفس الطنجرة او المقلاية الغميقة حطيت ملعقتين كبار من زيت الزيتون، وهلأ رح زيد عليهم كمية البصل وقلب البصل مع الزيت حتى يبلش يدبل ويشقر. بلشت البصل يتاخد لون، رح ضيف هلأ الفطر، الفطر المقطع. هلأ بسرعة الفطر بيشرب الزيت، كرمال هيك رح ضيف ملعقتين من الزبدة. الفطر عنده كتير غرام مع الزبدة، كتير الطعمة بتطلع طيبة، وبحاجة انه نضيف على الفطر شي لانه بيشرب بسرعة كل المواد السائلة اللي بتكون موجودة بالمقلاية. كمان بهالوقت رح ضيف 3 حصوص التوم المهروسين، معهم نص ملعقة صغيرة من الملح. رح قلب الفطر بهالطريقة حتى يدبل ويستوي. بلشت تطلع المي من الفطر، رح اطحن شوية فلفل اسود بيعطي طعم كتير طيبة، وبحركهم مع بعض. يعني الفطر استوى، وهلأ رح ضيف على الفطر كمية الدجاج اللي نقيتها قبل بوقت. فإذا أول خطوة لتحضير هالوصفة كان إنه بسلق الفروج. الخطوة الثانية بطبخ البرغل. الخطوة الثالثة بعمل هالحشوة اللي عبحضرها واللي رح زيدها على وجه الجاط، جاط البرغل المفلفل. هيك بتكون تعلمتوا وصفة البرغل على الدجاج بطريقة جديدة مختلفة عن الطريقة اللي بتعرفوها. دقيقتين بس وبطفي النار وبزيدهن على جاط البرغل. صبيت البرغل المفلفل بطبق التقديم. رح ضيف هلأ الدجاج مع الفطر الحشوة اللي حضرتها على وجه البرغل. الريحة بتشهي كل هالنكهات وكل هالطعمات، كتير بتلبق مع البرغل. طريقة جديدة رح تحبوها إذا جربتوها. بتمنى تجربوها لأنه هيك بتكونوا عم بتجربوا طريقة جديدة مختلفة عن الطريقة القديمة. مش لأنه الطريقة القديمة مش طيبة، بس هالإضافة اللي عملناها على هالوصفة تخليها تكون وصفة مميزة وطيبة كتير، وشكلها كتير حلو خصوصا وقت بيكون في عنا عزايم ومناسبات. بقدم هالطبخة مع اللبن أو مع سلطة الخيار بلبن أو مع السلطة العادية حسب رغبتكم. شفتوا معي طريقة تحضير البرغل على الدجاج مع الفطر. إن شاء الله تكون عجبتكم هالوصفة. ما تنسوا تشتركوا بقناة سوهز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سوهز ديشز، تابعوني على انستغرام. Please subscribe, like, and share. Thank you very much. See you next time.